تسوي وفي رمضان ايه حيسوي دا اشوف الحج تطوي وفي رمضان ايه حيسوي الحج تطوي رمضان باقي عليه 5 ايام. طب هي اللي قالت لي قال ما اقول له خليه يجيب الحاجات كلها. كاتبه لها ورقه؟ مين ادها لك دي؟ ام شحته. ليه يا ابوي؟ ايه عايز ام شحته كاتبه لها ورقه؟ طب لسه رمضان باقي عليه واحنا نشتري يا اخي يوم بيوم في رمضان، لازم نخزن. طب هي اللي قالت لي قال ما اقول له خليه يجيب الحاجات كلها. لو ما جابش حاجه هتخلي عشيتك تيجي النهارده. طب توكل على الله بالعشيته دي له. روح توكل على الله يلا. توكل على الله وانا اللي بقول لك هات الدبل بقول لك ام شحته. طب توكل على الله حقي. طب توكل على الله روح. وامشي كده على الدرباز عشان ما تدعكش الزرع. ليه زرع تفاح يعني؟ طب توقع على الله وبطل ما ضل غور غور. كاتبه لها ورقه. ليه ده ابو ده انت البخيل وانا؟ كاتبه لها ورقه. ايه ده؟ عين جمل؟ ايه عين الجمل ده كمان؟ اللي ابوها كان يحلي بالجلاب. يا ابوي لها ناس هيلموها، لها ناس يلموها. هذا مصطفى تعال هاد واد خالتك وخذوا خالتكم يا عمي عشان كذا زي ما بيقولوا خلصانه بشياكه. ما 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 تعال بس تعالي الاول قاعد في الارض الغربيه انا تعالي. تعال يا ابوي ليه تاخرتوه؟ اخرنا يعني ما معناش معايش؟ معانا مصالح. تعالوا يا ابوي عشان يبقى عداني العيبني. مش كلهم حسايب مصلحة يترن علي ويجيبني يا ابوي. تعالوا تاخذوا خلتكم يا ابوي. ايه يا ابوي خير يا حدوي. انا هاخذ شهر رمضان في القاهرة. ايه اللي حصل يا ابوي؟ بعتالي الود ده تمام، بعتالي ورقة طويلة عريضة ب7000 يمكن دي، وكاتبة حاجات غالية تمام عشان طلبات رمضان يا ولدي يا اسلام. ماشي. طب احنا ليه دلوقتي؟ ليه يا اخي؟ عندنا يعني عندنا حب النفس، كله عايز يخزن 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 يخزن، ليه ما نشتريش يوم بيوم زي الناس الاجانب ما بتعمل؟ ادي الورقه اللي كاتبها لي. كاتبها لي حاجات وهي بتعرف تعمل؟ هي هتعرف تعمل فستق وبندق؟ اه كاتبه وخلاص وبتقعد الحاجه تعطل في المطبخ. بعد اذنك احترم نفسك انت وتكلم. ماشي يا عم احترم نفسي. احترم نفسك انت وتكلم. انا غلطان اللي نسبتكم. نسبتنا دي جلعانه اصلا. انت اخذت اجلع واحده فيني. على كذا وجلعانه؟ جلعانه. هي بنبه عليك وما تغلطش. جلعانه يعني شكيره؟ انت حفيت عليها. حفيت عليها. حفيت عليها؟ بعت لها نص البلد. طب خلاص يا ابوي خلاص. بس. شوف يا ولد يا اسلام. دي عايزه 10 لفات سكر. ليه طيب 10 لفات سكر؟ اما لما احنا ناخذ 10 لفات سكر سيبنا للناس الثانيه. وكاتبه 13 لفة مكرونه.
وكاتبه 13 كرتونة زيت. يا أخي أكبر شعب في العالم بيستهلك زيت، وجاتنا جلطات وجاتنا الحاجات بسبب الزيت. 10 علب سمنة، طب زيت وسمنة، ليه السمنة؟ ليه يا أبوي السمنة يا أبوي؟ لا إله إلا الله. وكاتبه 13 لفة فول، وكاتبه قدامها للسحور. طب ليه 13 لفة فول؟ وكاتبه قال 11 لفة عدس. فول وعدس؟ طب يا فول يا عدس. 50 كيلو لحمة، طب فين الفليزر يا أبوي ولا الثلاجة اللي هتشيل 50 كيلو لحمة؟ ليه هنعمل فرح؟ يرضيك يا ولد يا اسلام الكلام ده؟ لا يا عم الصراحة. يرضيك التبذير ده؟ عشان بيغلطني يقول لي جلعانة؟ 40 فرخة. طب أنا عايز لي طب أنا عايز لي يا أبوي ثلاجة يا أبوي، عايز لي 4 فليزرات. 50 باكو شاي. 30 كيلو بلح. 20 لفة قمر الدين. 25 كيس تمر. 13 كيلو زبيب. 15 كيلو فستق. 10 كيلو عين جمل. ايه عين الجمل ده يا ابوي؟ ما اعرفوش انا عين الجمل ده. اللي يقلع عينها وعين اللي خلفها يا اخي. بعد اذنك تحترم نفسك. احترم نفسك وشوف اللفظ اللي انت بتطلعه من بقك ده، طلع لفظ محترم. يا ابوي دلك عايز افستق ومندق يا اخي. انتوا جدكم كان يحل بالجلاب، كان يحل بالجلاب جدكم. احنا جدنا ترسموا علينا تقولوا لي فستق ومندق؟ جدنا انزه واحد في البلد. اه؟ جدنا انزه واحد في البلد. طب ليه التبذير ده؟ ليه التبذير ده يا اخي؟ ما احنا بنعمل الفطار، بناكل البلح ونشرب شويه العصير والاكل بيقعد زي ما هو يترمي في الزباله. اكثر شعب يعني الزباله والاكل والفضلات، الاكل بترمي في رمضان تكفي شعب. من الناس في الصومال ما لقاش الميه واحنا بنبذر. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين يا اخي. ليه يا اخي؟ ده الناس النهارده معاها مليارات في الدول الاوروبيه. ها يا عم اسلام، وبيعملوا شويه رز على كده على كده. ليه ما مودينا في داهيه التبذير ده يا حدود؟ قال السفره تبقى 20 متر. وتاني حاجه برضو، ها ترد على واد خالتك وشحته ده عشان خلاص كده فاضت بيه وهمشيه هو وامه. برضو في رمضان اللي فات عمل لنا مشاكل، وكل يوم يصور السفره، قال الحمام والبط اللي بتعمله امه ويترمي ده وينزل على الفيسبوك. لا ينفع تتحاسب؟ مش في ناس غلابه النهارده بتفطر على كده يا اخي؟ الراعي مشاعرها بتشوف الصور دي؟ ولا انا غلطان يا عم؟ ما بتغلطوني يا اخي وجبتوا لي الضغط. حيدوي حيدوي انت معاك الحق. هالطلبات انا هجيب كل يوم يا عمي يوم بيوم. خالتك غلطانه. بلا فستق بلا بندق. خالتك غلطانه حق ربنا. عاد طيب دقيقه بعد اذنكم كده ممكن خلينا نتكلم. تفضل. هي دلوقتي الطلبات دي انت روح جبتها؟ حتجيبها من فين؟ فلوسها من فين؟ عايز اعرف مصدر الفلوس دي من فين. من جيبي يا ابوي. جيبك من فين؟ امال ايه؟ الذهب اللي انت بعته ب 120 الف جنيه بتاعها، اللي هو السبب الرزق اللي انت حاليا قاعد فيه دلوقتي. مين لبسك جاليب؟ طب يا ابوي دلوقتي انا الذهب اللي بعته ده يا عم اسلام انا مش اشتريت بيه الارض اللي جنبي؟ ربما حد تاني ياخدها. امال انا يعني الذهب هاكل بيه فستق وبندق؟ توكل على الله يا ولدي. انا بص انا حر، هتروح تنبه على خالتك؟ لا ما فيش حاجه عندنا يا مصطفى. توكل على الله يا مصطفى. خالتك غلطانه مسلسل في الموضوع ده. توكل يعني على الله يا عمي. توكل على الله. توكل على الله بلا شغل تبذير يا اخي. اما انا عايز اتكلم كلمه حق ان هو ما تروح يا عمك اقول لخالتك كلمه الحق. غلطانه خلاص يا حاج دوي، احنا هنروح لها في البيت ضلك. توكل على الله وخليها تخف. الكلام ده مش هينفع. ماشي يا حاج. خلاص ماشي يا عم اسلام. انت العاقل يا ولد. خلاص اصلا هو ما جابش ذهب اصلا. خلاص يا مصطفى فزدق فزدق وبندق فزدق وبندق يا بنت شحات. الله يرحم ابوكي بتاع العسليه. الله يرحم ابوكي بتاع العسليه يا اخي.